السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان البراكي. النهاردة حبايبي أنا شفت قصة يعني أحزنتني جدا جدا على الفيس وأنا عمالة بقلب فيه، فبصراحة زعلت جدا، فحبيت إن أنا أعمل معاكم الفيديو ده النهاردة وأحكي لكم عنها وأقول لكم إيه هي القصة. القصة بقى عبارة عن إيه، شاب من اسكندرية، فمقيم مع أمه وأبوه في قلب الشقة. فهو كان بيحب بنت، فعرض على أبوه وأمه اللي هو يتجوزها، فأبوه وأمه رفضوا، ما يعني لقوا اللي هي مش مناسبة ليه فرفضوا. فهو يعني من حبه في البنت كان مصمم اللي هو ايه ياخدها. فلما أبوه وأمه رفضوا من الجواز من البنت ديت، فراح جايب ايه بقى، جاب بنزين وخلى أبوه وأمه نايمين، وراح دلقه في الشقة وولع في أبوه وأمه. فأبوهم ماتوا يعني. فطبعا القصة ديت يعني قصة يعني أحزنتني جدا، أحزنتني لما كمان لما لقيت يعني هو ولع فيهم ومشى، ف يعني في صوتهم كان جايب لآخر الشارع، مسمع الشارع كله. يعني هي يعني احنا وصلنا لكده ليه؟ يعني ايه اللي بيحصل في الدنيا؟ يعني بصراحة حاجة غريبة جدا، شاب يحرق أبوه وأمه عشان خاطر واحدة. يعني انتوا يعني اكتبوا لي تعليقات وقولوا لي رأيكم ايه. طبعا الكلام ده مش هيرضي اي حد، ده ابوه وامه، يعني ده ابوك وامك، تحرق ابوك وامك عشان خاطر واحدة. يعني كان ممكن اللي انت يعني تسمع كلام ابوك وامك، يعني ممكن يكونوا هما شايفين اللي هي ديت مش مناسبة لك. كان ممكن اللي انت تبعد عنها وخلاص وتتجوز واحدة تانية. لو انت بتحبها جامد ومش قادر ان انت تستغنى عنها، كان ممكن اللي انت يعني تستقل بحياتك وتعيش حياتك بعيد عن امك وابوك، ومع مرور الايام هتثبت لهم اللي هي، لو هي انسانة كويسة هتثبت لهم اللي هي انسانة كويسة، وبعد كده هوت يعني ربنا يعني يصلح بينكم. ما انما بالطريقة يعني بالطريقة دي اللي انت بتحرق ابوك وامك عشان خاطر واحدة، يعني بصراحة يعني احنا وصلنا كده ازاي؟ يعني انا بصراحة القصة ديت احزنتني جدا جدا، فحبيت ان انا اشاركها معاكم النهاردة واكتبوا رأيكم في التعليقات. كان معاكم حنان البراكي ومنى وفتحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.